طيب. هنتكلم وهنلعب. يتذكر بدقة متناهية كل ما يراه ويستوعب كل ما حوله. سمات فطرية جعلت من الطفل البطل أبهيمانيو ميشرا يدخل تاريخ الشطرنج، فللمرة الأولى في تاريخ اللعبة شخص في عمر السن 12 يحصل على لقب أستاذ دولي كبير في الشطرنج، الرتبة الأعلى التي يمنحها الاتحاد الدولي للشطرنج لأشخاص موهوبين في هذه اللعبة. الطفل هو أمريكي من أصل هندي، يقيم مع أسرته في ولاية نيوجيرسي بشمال الولايات المتحدة. بدأ يتعلم الشطرنج وهو في الثانية من عمره، وانتصر على أبيه في الشطرنج وهو في الخامسة من عمره. مناورة الملكة ذا كوين جامبت هو مسلسل أمريكي قصير عرض في العام 2020 مستوحى من رواية والتر تيفيس عام 1983، تحمل نفس الاسم هذه الرواية. قد يكون ساهم في تزايد شعبية الشطرنج بشكل كبير حول العالم. هذا المسلسل يحكي قصة من منتصف خمسينيات القرن العشرين وحتى ستينيات نفس القرن، تدور حول نابغة شطرنج يتيمة في مرحلة صعودها لتصبح أعظم لاعبة شطرنج في العالم. This boy, Charles Levy, he was supposed to be the best. I had his pieces tied up in 15 moves. I made it him in 6 more with a knight rook combination. Mr. Gans told me I beat them all in an hour and 20 minutes. It felt good. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو صهيب فواز، أستاذ الاتحاد الدولي ومدرب الناشئين في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج. أهلا بك معنا، صباح الخير. ويمكن هذه اللعبة لعبة الأذكياء كما يقال. خلينا نتكلم عن هذه الرتبة التي حصل عليها الطفل في البداية. أنت سولفي وياه علشان أنا أنت تلعبوا مع بعض. خطوة واحدة ولا خطوتين؟ بس أنا مركز معاك. خطوة واحدة ولا خطوتين؟ صباح النور. صباح الورد يا هلا. رياضة العقل ورياضة الأذكياء. طبعا اللاعب الهندي ميشرا من أصول هندية واللاعب الأمريكي طبعا حصل على العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، والفترة السابقة حصل على لقب أستاذ دولي كبير وهي أعلى رتبة للاعب شطرنج على مستوى العالم. طبعا هو الأول اللي حصل على هذه الرتبة بهذا العمر. صعوبة الوصول إلى 12 سنة وأربع شهور و25 يوم. اللاعب السابق لهذا التايتل هو الأستاذ الدولي الكبير الروسي سيرجي كرياكن، لكن هو حطم هذا الرقم القياسي. وبالمناسبة هذا اللاعب الصغير حطم العديد من الأرقام القياسية، حصل على تصنيف معدل 2000 بعمر 7 سنوات و2200 بعمر على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بعمر 12 سنة، لاعب نابغة. وطبعا الارقام القياسيه وجدت لكي تحطم. اكيد. طيب اليوم هل بالفعل لاعب الشطرنج يكون احيانا لابد ان يكون له سمات معينه معقد من ضمنها؟ لا 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 ابدا، يعني يمكن هاي الصفه يعني يتكلموا فيها لكن اكيد مش موجوده. يعني اي لعبه اذا زدنا فيها ممكن ياثر طبعا، يعني مش بس الشطرنج. بالعكس الشطرنج تساعد على تنميه القدرات العقليه، تطور من الاستيعاب في المخيله، العديد من المزايا بالنسبه للطفل، الهدوء، التركيز، التنظيم، ايضا تساعد على التخلص من بعض الامراض العصبيه بالنسبه لكبار السن. الزهايمر مثلا. ليش حركت القلعه؟ طبعا هاي هذه حركه مين؟ هاي الحركه اسمها التبيت. تبيت نعم، هاي بين القلعه والملك. طبعا المعركه تقام في الوسط. دائما المعارك تقام في الوسط. فأنا أهم قطع عندي هي الملك. فيجب أني أنا أحط الملك، حافظ عليه أحطه في أطراف الرقعة. هذه القطعة أحيانا تسمى الملكة. نعم. بس احنا نسميها الوزير. نعم. لأن احنا مجتمع ذكوري ولا شنو؟ والله احنا كعرب نسميها الوزير.
على على قول الشاعر نحن كلنا ملوك يعني. طيب خليني أسأل بأنه اليوم هل لابد أني أنا أعرف طريقة اللعب بطل العالم، أنا نسيت أسمائهم، بطل العالم الروسي غاري كاسباروف، كاسباروف أو حتى الأمريكي اللي بوبي فيشر أثناء أبان الحرب الباردة. طيب نعم صحيح. هل لابد أني أنا أتعلم؟ بالتأكيد بالتأكيد طبعاً، لعبة الشطرنج هي لعبة علمية وأكاديمية يعني، وفي مكتبات حسابية وكتب، وطبعاً دخل عليها الكمبيوتر يعني زاد من صعوبة حسابية اللعبة. حسابية طبعاً يعني فيها عمليات حسابية معقدة وطويلة يعني. طب صهيب، أهم القواعد اللي أنا ممكن أتعلمها علشان أكون في أحسن المستويات يعني؟ نعم. أكيد الموضوع ده ما بيجيش في يوم وليلة، أكيد مراحل. نعم. فإيه القواعد اللي إحنا بنشتغل عليها كلعبة زي لعبة الشطرنج؟ نعم طبعا، بس انا اجاوبه قبل ما لان هو لعب نقله خاطئه واعطاني جندي مجانا. هو انا بعطيك محمي بالوزير يفكر. أيوة. انا عندي قطعتين طالب هذا الجندي، لذلك انا راح اكل الفيل. فاذا انتهى الحين اكلت الوزير، انا راح اكل وزيرك، اكل الملكه مالك. شوف تعال العب وياي دامه شطرنج. لا لا ارجوك تغلبني. لا لا طبعا الشطرنج. طيب على فكره الدامه هي ايضا تقريبا شبيهه بالشطرنج ولكن بطريقه مختلفه، نفس هي في الخليج والهند يعني. نعم صحيح صحيح، هي اللعبة أصولها هندية يعني بشكل عام. والله احترف أصلها يعني هندية فارسية، مرة فارسية يعني مرة صينية. حتى العرب يقولوا نحن يعني أبو بكر الصوري مثلا يعتبر أول بطل للعالم يعني في العصر الأموي يعني مثلا. فيعني اللعبة مختلف عليها. شو كثر تغيرت قواعد الشطرنج؟ والله اختلاف كبير طبعا، بداية ما يعني اكتشفت اللعبة. وطبعا القصة المشهورة بالنسبة لاكتشاف اللعبة، الفلاح الهندي اللي اكتشف اللعبة وراح قدمها للملك وحط في كل مربع حبة قمح وقال له تعطيني المحصول كامل، فطبعا هذا الشيء طيب. عطيتك أكلة يلا صهيب، بيجاوبني عشان الوقت بيخلص. قول لي أهم القواعد اللي احنا بنشتغل عليها. أهم القواعد طبعا مثل ما شفنا نحن هلا في المباراة، أنا حافظت على الوسط، انتشرت بالقطع الصغيرة. أوكي. وحطيت ملكي في مكان آمن. بعد ذلك أحاول أكمل الانتشار، بعدين أبدأ بالهجوم يعني يكون عندي الانيشيتيف. في خطة هجوم وخطة دفاع طبعا، لازم بالأسود عادة لازم يكون دفاع، لكن الأستاذ أعطاني فرصة للهجوم، لذلك أنا عملت كاونتر أتاك سريع. طبعا أنا في أي وقت أعرض عليك التعادل. شوف حيكسبك. هذا لازم نسوي كذي، هذه تعادل. هاي خسارة، هاي خسارة، هاي خسارة. هاي خسارة. لا شلون التعادل؟ التعادل بس الحين كورونا ما نقدر نتصافى، خلاص احنا متعادلين واستر على ما يواجه. لا بس خلي يعني انا فاشل بالشطرنج، خلينا اقول عن نفسي فاشل. كمل خلينا. لا بس راح احارب الى اخر بيت. ايوه يلا. طيب اليوم طيب هذه راحت عليه. ايوه يلا ها الوزير سبتو؟ طبعا لكن قطعة بقطعة يعني. طيب احنا لازم باخذ واعطي يعني، ما يستوي انا بس اخذ يعني. يلا العب. طيب ايش راح نلعب لك؟ زين يعني هذا موجود. طيب طبعا ملكك لا يزال في السنتر. طيب هذا الشيء ممكن ليش يكون في خطورة؟ لأن طب ما انا محمي دائما القطع كلها تكون باتجاه الوسط. ايه؟ لذلك لازم تحاول تخلي ملكك يعني على اطراف الرقعة بعيدة عن المعركة يعني، لازم اوخره عن الاعين خبيه او ان لكن الافضل انك تسوي تبييض طبعا تبيت. لكن هلا حاليا هل الخطوه بهالخطوه هاي التبييض مش لمصلحتك، لانك انت فاتح على الملك. يعني انت كان لازم ما تلعب هذا البيدق مثلا خطوه او خطوتين للامام، تخليه يعمل بون كفر امام الملك مثل ما نعامل انا، يساعدون على حمايه الملك. بعد ما شبنا نقدر نلعب. والله ما شاء الله عليك. لا طيب اللعبة هاي لكل الأعمار يعني، من عمر 5 سنوات إلى وصلنا للألزهايمر أكيد من نعم كل الأعمار. صحيح. يعطيك العافية. كان معنا صهيب فواز أستاذ الاتحاد الدولي ومدرب الناشئين في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج. لا هاي محتاجين تدريب عادي، محتاجين تدريب. شكرا صهيب.